السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين ومعجبين قناة العلم نور الناس في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنستعرض مع بعض تطبيق إسلاميك بوت. تطبيق إسلاميك بوت هو أول بوت رد إسلامي في العالم يعتبر. تطبيق إسلاميك بوت فيه العديد من الخصائص اللي أنت بتحتاجها. أولا من اسمه كده هو بوت رد إسلامي، يعني إيه؟ يعني بوت ذكي جدا بيساعدك في حياتك اليومية وبيرد عليك تلقائيا بدون ما يكون في شخص تاني بيتكلم معاك، تمام. وفي العديد من المميزات اللي هنستعرضها. اولا البوت بتوفر لك بالواجهه اللي قدامك دي، عباره عن واجهه كده بتكتب فيها الكلام، وهنستعرض مع بعض. زي دلوقتي بيقول لك ايه، جرب ان تقول سبحان الله ثم اكتبه. هنكتب سبحان الله، هنقول سبحان الله سبحان الله ونكتب سبحان الله، بعدين هندوس على الثمانيه نبعتها، فرد عليه قال الحمد لله. طب هنستعرض هنا بعض الخصائص. اول حاجه انت تقدر الرد بتاعه ده اقدر انسخه، تمام. هقول لك ليه هتحتاج تنسخه، يعني لو دوست عليها مطولا هدوس هنا بس على الرساله دي مطول، دوسها كده تمام اتنسخت عندي، تمام موجوده في الحافظه، تمام. طب لو الرد ده عايز ابعته له كل عليه بلمسه واحده كده هيتكتب عندي، انا هنا دوست مره واحده، يبقى لو دوست مطولا هيتنسخ الرد اللي هنا، ولو دوست لمسه واحده هيتكتب هنا، تمام. هنبعت الرد بتاعه، هيقول لي هنا اذكر الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. انا اقدر اتكلم مع البوت مثلا اكن بتكلم مع شخص عادي، اقول السلام عليكم ورحمه الله، هلو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول له مثلا ما اسمك، عارف انت جوجل، انا بوت رد اسلامي يساعدك في يومك ونفذ طلباتك، يجب ان تجد عندي في اذكار الصباح المساء عنده، في لعبه وفي قران كريم، قران كريم بصوت جميل، وقران الصباح وقراءه القران واذكار واكثر من ذلك بكثير، جرب ان تتحدث معه. ممكن اقول له هلا وغلا، او ممكن اقول له مثلا مرحبا، تمام. وممكن تقول له مثلا اي اجابه انت عايزها، مثلا لما نكون هنكتب اذكار الصباح والمساء، تمام. طب لو انت اهي، طب قبل اذكار الصباح والمساء تمام اقدر اقراها، اللهم ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، لاخر الاذكار، تمام، جايبها لك كلها كامله، تمام. طب لو انا مثلا مش عايز اتعب نفسي واقعد اكتب وكذا، عايزها مثلا تكون عن طريق الخيارات، يعني اللي هو حاجات يديها لي وانا اختار وخلاص، هتيجي بص ركز معايا، دي اهم خطوه في البوت يعتبر عشان تقدر تستعمله صح. عارف انت الحته دي، الحته دي كلها ايوه اللي بنكتب فيها دي، هتدوس عليها مطوله اهو، يعني شويه مطولا، يعني شويه يعني مش هتدوس دوسه بس مش لمسه نقره واحده، لا اقعد دوس عليها حبه حلوين، تمام، لحد ما تلاقي الكلام بيتغير ويوصل لك دليل البرنامج. ايوه هتقوم بعد كلمه دليل البرنامج، او ممكن انت تكتبها بنفسك عادي، اهو دليل البرنامج، اهو بص اهي دليل البرنامج، مرحبا بك في دليل تطبيق بوت الرد الاسلامي، هنا ستجد الكلمات الرئيسيه التي يمكنك التفاعل معها، كل ما عليك الضغط على ما تريد وارساله، مش هحتاج اكتب بقى. قران كريم، هدوس على كلمه قران كريم وابعت. زي ما انت شايف القران الكريم شغال، تمام. هعيد النقطة دي تاني، هعيد نقطة دليل البرنامج جت ازاي عشان هي مهمة، لان فيها كل اللي انت تقدر تعمله في التطبيق. هتيجي عند الحتة دي، تمام، اللي هي بنكتب فيها الكلام دي، اللي فيها السهم اللي بيتحرك ده، اللي بنكتب فيها الكلام، اللي انا اقدر افتحها كده واكتب فيها الكلام عادي، مش هكتب فيها حاجة، سواء هي كده فتح الكيبورد او اقفله عادي. هاجي هنا على الحتة دي زي ما قلنا، وهندوس عليها مطولا. بص انا كده حاطط صبعي وهسكت، ممكن ابعت سبحان الله واستنى، مباشرة أو تلقائيا ظهر لي كلمة دليل البرنامج وهبعتها، وهنزل تحت عند هتلاقيها بعت لك أهو دليل البرنامج. إحنا شغلنا قرآن كريم، تعال نشغل حديث، هدوس عليها لمسة واحدة، بص يعني ندوس هنا نقرة واحدة كده بس خلاص حديث، هيقول لي عايز حديث صحيح ولا خمسة أحاديث صحيحة، هنقول له خمسة أحاديث صحيح، تمام، بعت لي خمسة أحاديث صحيح، تمام. تقدر تحفظهم أو تقدر تنسخ الحديث زي ما احنا بننسخ ازاي، بنيجي عند الرسالة دي وندوس عليها مطولا، تمام. لو فتحنا الكيبورد اهي، تقدر تحطها حالة واتس وتاخد أجر وثواب، تمام. هنستعرض بقية دليل البرنامج، في فزورة، هندوس على كلمة فزورة لمسة واحدة كده اتكتبت عندنا، هنشوف الفزير مع بعض، تمام. هنا بيسألني سؤال في فزورة مثلا، من أول من أسلم من الرجال، في ثلاث قدام اجابات، اي الاجابه الصحيحه كلها هو بيقول لك اضغط على الاجابه الصحيحه مطولا ثم ارسل، لمسه واحده بس على الاجابه الصحيحه مطولا عشان تنسخها، او لمسه واحده عشان تبعتها، هي تكون الاجابه دي الصحيحه. طبعا انا مش عايز اغششك، بس انا اول اجابه يعني ايه، هو ابو بكر الصديق اول من اسلم الرجال، يعني مش شرط عادي، لمسه واحده هيك كتبت عندي الاجابه مش محتاج اكتبها، لا وهبعت.
إجابة صحيحة. للمزيد اكتب كمان، كل ما أدوس على كلمة كمان هيجيب لي السؤال اللي بعده. من المؤسس علم الجبر؟ طبعا أنا مش هجاوب على دي بقى، أنت جاوب عليها تمام. وبعد ما تجاوب أنت جاوب بقى تمام، أنت عارف أنت هتكمل تمام. طب أنا تهت في الرسائل، عايز دليل البرنامج تمام، يا إما أكتب دليل البرنامج يا إما قلنا هندوس مطولا طلاق. يعني اديني مواد ساعة دي سهلة والتعامل هيبقى أسهل مع الوقت، بس أنت تتعود على البوت كمان تمام. اهدى البرنامج زبط، كان زي ما انا بتدوس على الحته دي، ايه دي المره الثالثه تقريبا او الرابعه اللي بكرر فيها الكلام، بس عشان دي اهم نقطه انك بتدوس على الحته دي مطوله تمام. اخترنا حديث وفزوره وقران كريم. مهماتي بقى دي احسن حاجه بقى، تعال بقى نستعرضها شويه حبه حلوين. هنبعت مهمات، عارف انت مهمتي دي ايه؟ عارف انت مثلا اليوم بتاعك، اليوم بتاعك عايز مثلا تعمل ايه؟ لسته تكتب فيها المفروض يا جدعان اعمل كذا، تقول لنفسك يعني المفروض اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، انجز المهام كذا وكذا 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 تمام. فانت محتاج حاجه تدون لك اليوميات دي، او مش اليوميات، تدون لك المهام اللي عليك في اليوم يعني. فتيجي هنا عرض المهمات، طبعا مفيش مهمات يعني، لسه هدوس اضافه مهمات، اضافه مهام تمام. بيقول لي اهو، بيقول لي انت ايه، قم بكتابة المهمة التي تريدها واكتب قبلها كذا. يعني كمثال انا عايز اكتب المهمة رقم واحد، هدوس على المهمة رقم واحد، وهاجي هنا مش همسح الكلمة دي بقى، هكتب مثلا قول المهمة رقم واحد قول سبحان الله. انا كل عليا دوست على المهمة رقم واحد، او هي مهمة من دول بتدوس على لمسة واحدة وبعدين تكتب ايه، تسيب فراغ بينها كده وتكتب. يعني لازم كلمة المهمة رقم واحد تكون موجودة تمام. بعدين هبعتها للبوت تمام. تمام، هو هنا تعرف على القول سبحان الله على ايه، على اساس انا بقول له سبحان الله يعني. فانا اكتب مثلا الاستيقاظ باكرا، دي كمهمة مثلا مبكرا ماشي، ونشوف هو قال ايه. طب ما حفظ المهمة الاولى بنجاح، هطلع من التطبيق، ركز معايا، طلعت من التطبيق خالص ما تخافش، اخش على التطبيق اكتب عرض المهام، عرض المهمات، او ممكن اكتب، طب انا مش عارف، انا نسيت كلمه ازاي اشغل البوت، قلنا زي ما قلنا هتيجي على الحته دي هندوس مطولا يعني الطريقه الثانيه. طب انا هشتغل بسرعه، هيفتح من غير ما ادوس على حاجه، ده اللي البرنامج هتتكتب تلقائيا تمام. انزل عند كلمه، عند خانه مهماتي، وفي المره دي بدل ما اختار اضافه مهام هختار عدد المهمات. طبعا طلعت من التطبيق، هيقول لي هنا اضافه مهام تاكيد عدد المهمات تمام. زي ما انت شايف المهمة دي فاضية، دي لسه التالتة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة تمام. هنا المهمة رقم واحد الاستيقاظ مبكر، طبعا انا اقدر اعدل عليها ومن خلال اضافة مهمات، واقدر اكتب الخمس مهمات براحتك عادي تمام. هنكمل نستعرض دليل البرنامج. البرنامج واسع والبوت ده واسع جدا يا شباب، ف يعني براحتك يعني، غوص في البوت ده براحتك، وخد حسنات براحتك، وشاركه براحتك يعني، الموضوع طويل. النوتة نفس فكرة المهمات، بس ايه بقى، بتفتح لك نص بقى انك تكتب براحتك بقى. يعني هكتب، هاجي هنا وهكتب لا هكتب ملاحظات، وهكتب هنا براحتي بقى، اكتب اي كلام بقى، او حكاية وحصل معايا النهارده كذا كذا وكذا وابعته، فيقوم قايل لي تم حفظ النوتة، عايز تعرضها له عرض النوتة، فيجيب لي هنا اهو النوتة اللي انا كتبتها. فاهم قصدي؟ براحتك اهو، النوتة بتكتب فيها اللي حصل معاك. هنكمل الاذكار، والاذكار دي فيها مش اذكار صباح المساء بس، لا في اذكار تانية زي اذكار اهي تمام. ممكن تكتب انت بنفسك يعني، مش شرط تكفي اذكار اهي. ايوه اكتب لي اهو، في اذكار صباح المساء، واذكار المسلم، وركن الشرعية، والمسبحة. المسبحة دي بيعدلك تلقائي يعني. بص ثاني، بص اهو تمام، بيبدأ ايه، وممكن نكتب سبحة. بص بقول لك البوت واسع زي ما بقول لك يعني، بص هو بيعد اهو، كل مره بيعمل فيها كده بيسبح التسبيح سبحان الله سبحان الله، هو بيعد تحت تمام عشان تشوف. بص بيعد تحت تمام، بس هو بيحدث نفسه كل ما يعد.